كلكم جميعا طيبين. شكرا شكرا، كلمة شكرا دي يعني ما تكفيش للتعبير عن فرحتي بنشاطكم والمجهود الضخم اللي عاملينه والفكرة الكرييتيف، وكل سنة بتقدمه بانوراما أقلام المسيح وقيامته صورة جديدة وفكرة جديدة. أشكركم كل اللي ساهم بالفكر وبال تأليف وبالتلحين وبالتمثيل، كل من تعب يعني. وأنا فرحان إني لما بتقدموا بانوراما آلام المسيح بصور متعددة بتكشف أبعاد عمل المسيح معانا. قديس أثناسيوس الرسولي في كتاب تجسد الكلمة، هذا الكتاب الخالد يعني، بعد ما شرح كتير، هو كتاب 57 فصل، في الآخر قال إيه؟ مش هنقدر نحصي ما عمله المسيح معنا في تجسده الصليب. قال: من يريد أن يحصي على أعمال المسيح الخلاصية كمن يقف أمام البحر يحاول يعد الأمواج. قال إن الذهن يتبلبل بكثرة الأمواج، مقدرش تحصيها. فما عمله المسيح معنا أروع من أن نحصيه. كل فعل من أفعال المسيح كانت لها بعد خلاص، الشفاء والتعليم والصليب والدين اللي دفع والحب اللي بان وهزيمة الموت وهزيمة الشيطان، وبعدين إنه يعطينا حياته زي ما بنقول في التسبيحة: هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. أخذ الذي لنا دي ممكن تحطه تحتيها حاجات كتير جدا، أعطانا الذي له حاجات كتير، لكن على الأقل أخذ الذي لنا هو الموت وأعطانا الذي له هو إيه؟ الحياة. دي مهمة جدا، لأن أجرة الخطية موت. هل المسيح أخطأ في شيء؟ حصلش خالص. فهو مات ليه؟ وهو لو كان غلط كان يبقى يستاهل، لكن الموتة اللي ماتها المسيح هي الموتة بتاعتنا دي اللي بنسميها البدلية. طيب، والحياة اللي احنا بنحياها الآن هي حياة المسيح. قال: فيه كانت الحياة، لكن احنا فينا كان الموت. أخذ الموتة بتاعتنا وادانا الحياة بتاعته. أنا متشكر على الإبداع في اختيار الأسماء. يمكن ما اكتشفتش جيري سليم الا متاخر لما ترى اختاروا لي جيري سليم، لغايه لما قال ان اورشليم يعني ربنا بيفارقه. ونسمه ترمز الى كل نسمه فتسبح اسم الرب، يعني معناها النفس البشريه، كل حاجه فيها هدف ومعنى. المسيح من حبه لينا عمل كل شيء جميل. بكل تأكيد انتوا تعبتوا، الأخ اللي كان مصلوب ده الله يكون في العون، بنتعب قوي صح؟ تخيلوا بقى لما يكون المسيح بجد بجد، ده بيمثل لكن المسيح بجد، واللي على جسمه ده دي حاجات كده أونطة، لكن على المسيح كان دمه الثمين المسفوك، والجلدات كانت جلدات بالحق، والمسامير مسامير بالحق، وكل الشوء بالحق. شو ممكن ما تحمله المسيح من أجلنا شيء فائق الوصف. فإحنا بنشكر كل الشباب اللي تعبوا، وربنا يدينا إن إحنا نفوق لنفسنا وننتبه إن ما عمله المسيح يخلينا طول عمرنا بنقول له: إحنا عند رجليك، مش تحت رجليك، عند رجليك. تعرفين مين تحت رجلين المسيح؟ الشيطان. لكن احنا عند رجلين معناها بنخدم. متفقين؟ كل سنة وانتم طيبين. دايما كنيسة العذراء الفجالة تقدم لنا ابداعات جميلة. الحاجات دي طبعا انتم مصورينها بروفيشنال ولا هنصورها يا سيدي؟ لازم يبقى في يعني سيشن كده تتصور بروفيشنال، عشان دي ممكن تطلع في القنوات الفضائية ولا حاجة، كل الناس تستفيد بيها. يعني اللي جه هنا شاف مع نفسه، لكن اللي ما جاش ممكن يشوف الحاجات. شكرا يا شباب، شكرا اباء على تشجيعكم لشبابكم ومساندتهم ان هم يعملوا حاجات كده.
كل سنة وأنتم طيبين. أجي كده ولا تيجي كده؟